بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة السلام عليكم، نواصل مع حلول تمارين في هذه السلسلة الرابعة الخاصة ببنية الذرة دائما مع السنة الأولى ثانوي جذع مشترك علوم وتكنولوجيا. ها هو نص التمرين، قالك نعتبر الذرات التالية أم جي 12 24 سي ال 17 35 سي ال 17 37. أولا، ما هو عدد النوترونات المتواجدة في نواة ذرة المغنيسيوم؟ ثانيا، اكتب التوزيع الإلكتروني للشوارد التي يمكن أن تعطي هذه الذرات. ثالثا، ماذا تمثل ذرتان CL35 وCL37 بالنسبة لعنصر الكلور؟ إذا بسرعة باش ما نضيعش الوقت. إذا أولا، عدد النوترونات المتواجدة، ديرو بوز مسودة واختم ومن بعد ما تشوف الإجابة، في نواة ذرة المغنيسيوم. صح، إذن عندنا نوترونات أن تساوي أ ناقص زد، كنا تكلمنا بالموضوع. إذن هنا لاحظ عندنا الأ 24 الزد 12، إذن هي 24 ناقص 12 إذن تساوي 12 نوترون. خلاص. السؤال الثاني واش قال لك؟ أكتب التوزيع الإلكتروني للشوارد التي يمكن أن تعطي هذه الذرات. التوزيع الإلكتروني، إذن ما هي الشوارد تعطي هذه الذرات؟ عندنا MG، إذن كنا شفناها مقبل في التمارين السابقة MG دو بلس. صح، وعندنا الكلور CL موان CL موان. خلاص. صح، إذن عفوا MG الزاد التاعها 12 زاد تساوي 12 والكلور زاد تساوي 17. إذن بالنسبة لـ MG شردت لهنا الذرة فقدت 2 إلكترون، الكلور اكتسبت 1 إلكترون. صح، إذن هذه كيف فقدت 2 إلكترون؟ يعني كانت 12 ولا 10. إذن في التوزيع الإلكتروني ك اثنان ونزيد لها ال 8 يعني 10. كون الذرة كون زدنا ام اثنان كون ذرة المغنيسيوم، لكن فقط 2 إلكترون نحي هذه. صح، الكلور 17 لو جينا عمرنا ذرة الكلور، لو ذرة الكلور سي ال ك اثنان ال 8 10 وام 7، لكن هذه اكتسبت الكترون شردت الكلور اذن تولي لنا 18، اذن احنا تولي 8. ثالثا، ماذا تمثل الذرتان؟ لاحظ الذرتان سي ال 35 سي ال 37، واش تلاحظ هنا؟ هنا عندهم نفس العدد الذري، نفس الزاد 17 17، لكن يختلفوا في العدد الكتلي 35 37. إذن واش يمثلوا هذا؟ ها تمثل عفوا تمثل الذرتان سي ال، نسموهم سي ال 35 و سي ال 37 نظائر. كنا تكلمنا على نظائر عنصر كلور، نظائر عنصر الكلور. إذن هذه النظائر لماذا؟ لأن لها نفس العدد الذري زاد اللي هو ديسات، وتختلف في العدد
الكتلي اللي هو أ أي والأخرى أ 35 وهذه أ 37. نواصل مع التمرين الثاني. قال لك نعتبر نواة ذرة يعني طوها أنها مجهولة هاي والهاي إكس أ وزد، ما نعرفه لا ذرة وشن هي ولا الأ العدد الكتلي ولا العدد الذري، علما أن كتلة النواة هي يعني كتلة النواة هذه الذرة المجهولة هي أم تساوي 3.9245 عفوا في 10 قوى ناقص 25 كيلوغرام، والشحنة تاعها كيو تساوي 1.472 في 10 قوى ناقص 27 كولوم. أولا نطلب منك تعيين قيمة العددين أ وزد واش تساوي أ واش تساوي زد. ثانيا كذلك استنتج عدد النوترونات المتواجدة في النواة يعني أن واش تساوي، يعني هنا المطلوب منا أ تساوي زد تساوي وأن تساوي. المعطيات تعطولك الشحنة الابتدائية أ تساوي 1.6 في 10 قوى ناقص 19 وكتلة البروتون التي تساوي بالتقريب كتلة النوترون تساوي 1.67 في 10 قوى ناقص 27 كيلو غرام. إذن نبدأ بالسؤال الأول وشن هو، هو قيمة طلبوا منا قيمة العددين يعني العدد الكتلي أ والعدد الذري أو الشحني زاد. صح، نعرفوا باللي أعزائي كتلة النواة واش قلنا غير كما قلنا بالتمارين السابق، كتلة النواة قلنا باللي هي أم يعني كتلة النواة واش تساوي تساوي أ في كتلة البروتون. صح، إذن الأ واش تساوي ها تساوي كتلة النواة ام نوايو على كتلة البروتون، اذا تساوي كتلة مالك الا تعوض ها هذه على هذه هذا مكان، اذا 3.9245 في 10 قوة ناقص 25، أنا عندنا كيلوغرام على كيلوغرام ما عندناش إشكال. صح، إذا عفوا على 1.67 في 10 قوة ناقص 27 تساوي، شوف مليح أنك فتخدم في الحاسبة انتبه، بدأ بهذو الزوج. صح، هذو واش عندنا، عندنا 10 قوة ناقص 25 25 على 10 قوة ناقص 27 تساوي 10 قوة ناقص 25 في 10 قوة 27 كي تطلع الفوق تولي تتبدل الإشارة تاعها. صح، تساوي 10 قوة 27 ناقص 25 ومنه تساوي 10 قوة 2. صح، 10 قوة 2 بتسهل لك الحساب. إذن واش دير انت في الحاسبة، دير 3.9245 في 10 قوة 2 تقسيم هكا تكتب في الحاسبة 1.67. نجيبوا الحاسبة، يعني هنا هاي الحاسبة كي نحسبوا نصيبوا عدد مدور إلى الوحدة، يعني أ تساوي طن، قال ماشي تساوي قال 300.14 لا 300 400 كذا، يعني عندنا 3.9245 في 10 قوة 2 نديرو هذه ديرك تاي إكس أو كاري هنا ما كي تكون 2 تقسيم 1.67 واش عطاتنا واش قلت لكم 235 عدد مدور إلى الوحدة. سيبو، إذن عطاتني 200 القلم الأزرق 235، إذن الأ يساوي نكتب ناحية هذه ولا ونكتبها هنا الأ يساوي 235، هذا الأ خلاص تهنينا منه. أنواصل، لو كبقى لنا الزاد
عطاونا الشحنة، إذن نستعمل شحنة، إذن نعلم أن شحنة النواة هي يعني العلاقات كامل اللي تتهم لك تستعملهم. وشن هي؟ ما كناش درنا هذه كيو تساوي زاد في الشحنة الابتدائية، تساوي زاد في الشحنة الابتدائية تاع البروتون. إذن الزاد واش تساوي؟ تساوي كيو على او. ها يعني تولي لنا كيو وراهي 1.472 في 10 قوة ناقص 27 على 1.6 في 10 قوة ناقص 19، صح؟ تولي لنا 1.472 في 10 قوة ناقص 17 على 1.6 في 10 قوة ناقص 19. كيما قبيلات واش هادو زوج واش تولي؟ كي تولي لنا تولي لنا هكا 10 قوة 19 ناقص 17 كيما درت قبيلة، واش تولي؟ تولي 10 قوة 2، صح؟ طريبيه. إذن واش نكتب في الحاسبة؟ نكتب 1.472 في 10 قوة 2 في لا استغفر الله تقسيم 1.6. لاحظ كي تريقلي هذا وزوج تربح وقت كبير. جيب الحاسبة، يعني الحاسبة نشطة عند واحد فيكم ما يصرف على عمرك، شري وحدة يعني نخدم بها ما نسلفش، صرف على روحك، خلينا ما تديريش حاسبة تاي وخلاص، صح؟ آية معليش واش قلنا؟ يعني نمزح معكم 1.400 هذه كنا بكري كنا نقرأ وكنا هكا احنا نقولوا واحد تسلف لي المسطرة، واحد ستيل، واحد كذا. راهم كنا في أشبال مدارس أشبال الثورة وكانوا يعني يعطونا الأمور متحلين فينا الحمد لله. اللي مات الله يرحمه، اللي مازال حي ربي يغفر له ويرحمه إن شاء الله، صح؟ في 10 قلنا قوة 2 نهبط إلى السطر تقسيم. يا ودي وين رحت؟ ايه ما نهبطش الى السطر لان 10 قوة 2 كتبتها مباشرة. تقسيم 1.6 اش عطاتني؟ 92 عدد مدور الى الوحدة، ما نجمش نصيب زاد تساوي 92 فاصل كذا ولا 92. اذا يعني الخدمة راهي صحيحة الحمد لله 100%. اذا انا صبنا زاد يساوي 92، واش مازال لي الان؟ صح، يعني في السؤال قال لك الثاني استنتج عدد النوترونات المتواجدة في النواة، عندي الأو عندي الزد، إذن عدد النوترونات خلاص راهو في جي بي خلاص. إذن السؤال الثاني خلاص، إذن عدد النوترونات، صح؟ إذن نعلم أن عدد النوترونات هو نعلم لازم تعلم كيف تجاوب أن عدد النوترونات هو ماذا؟ هو ان يساوي ا ناقص زد. إذن عفوا ان تساوي 235 ناقص 92، هم امامك مكتوبين بالاسود، واش تعطينا 143، معناه انا وجدنا ان تساوي 143. واحذر هذا النوع من التمارين راهو يجي في الاختبارات وفي الفروض، يعطيك ذرة مجهولة، الأ مجهول والزاد مجهول، يقول لك حوس عليهم. أعزائي الطلبة، إلى أن ألتقي بكم بإذن الله في فيديو آخر، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.